print. Okay, and their email. Baby, what do you want to order? Egg too. What else? What else? بغيت تتعلم شد اي كتاب من اي لغه شد المعجم بارتي سيتي. والسلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. سمحوا لي بزاف تعطلت عليكم، كانوا عندي شي مشاغل مضاربه وكنحاول نقلب على حتى من بعد نهار لقى الكره، ندير لكم دوره في الدار، ندير لكم دوره في الحي الى اخره. المهم الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنهضر لكم فيه على كيفاش علمت اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية إلى آخره بطلاقة، الحمد لله. صراحة هذا الفيديو جاء يعني من طلب من الجمهور. ضحكني هذا الكلام، طلب من الجمهور زعما على زعما إليسا ولا شي حاجة. سو فاني. المهم ما نقولش من طلب من الجمهور، لأن أنتم أصدقائي وأحبابي وأخوتي، وخاصة الناس في الإنستغرام. باي ذا واي، اللي باقي ما دخلش الإنستغرام يدخل عندي رجاء بوان مصطفى، رجاء نقطة مصطفى. كندير لايفات زوينين. دابا الإنستغرام ولا عائلة الإنستغرام كبرت، دابا ولينا 4600 تقريبا. كندير لايفات مع ناس اللي فغيمون واعرين، يعني حاليا اغلبيتهم مغاربه، ولكن في المستقبل غيكونوا عرب من دول اخرى وغيكونوا امريكان باللغه الانجليزيه بالنسبه للناس اللي كيقدروا يتكلموا باللغه الانجليزيه. على اي اليوم ان شاء الله غنقول لكم بحل مقدمه لتعليم اللغه. ففي المستقبل اذا كنتوا مهتمين بتعلم اللغه الانجليزيه ولا تعرفوا طريقتي في تعلم اللغات، خليوا لي في الكومونتير. ما تنساوش تدخلوا عند الانستغرام، وان شاء الله نبدا واحد السلسله طويله عريضه ديال تعليم اللغه الانجليزيه. يلا بينا كمقطع من هذا الفلوق ديال اليوم، ندير لكم دويره في بارتي سيتي. المهم بارتي سيتي مثلا عندكم شي حفله، شي حاجه مثلا عيد ميلاد، شي حاجه بغيتوا ديروها لوليداتكم، عرس، المهم اي حاجه، كاين اي حاجه ممكن تحتاجوها في الحفلات تلقاوها هنا. وكتلقاو زعما دي تيم، فهمتيني؟ مثلا بحال هكا بغات دير كلشي زرق، الديكوراسيون، الطباسل، الفانيد، الحلوه، كلشي كلشي. الناس اللي باقيين جداد في الميريكان تجيو لبارتي سيتي. انت كاين الحروف مثلا، مثلا بحال هكا بغات دير شي واحد تقول ليه تستقبلو ويلكم تو شي بلاصه، تشريهم ليهم الحروف تلصقهم في الحيط ولا تعلقوهم. المهم حتى لي بخي زعما النفاخات، كلشي كلشي، يعني مكان للاحتفال. اللي عنده شي مناسبه وجديد في الميريكان ما عرفش ني غيشري هذا الشيء، جي لبارتي سيتي، راه كاينه في الميريكان كامله. اوكي بيبي، وات دو يو وان تو اوردر؟ ايج تو. وات ايلس؟ وات ايلس؟ وات ايلس؟ بيتا. ها؟ بيتا. وات ايلس؟ بيتا. يس بيبي، وات دو يو وان تو وات دو يو وان تو ايت؟ Pancake. Huh? Pancake too. You want pancake? And for me, the two was three eggs and that. Huh? المهم هذا كاين اوفيس ماكس. الاغلبيه ديال لي سيرفيس هنايا ولاو سيلف سيرفيس، يعني خاصكم الا بغيت امبريمي شي حاجه غالبا ما كيبغيو، يعني كيقول لك ديرها لراسك. انا نوريكم دابا كيفاش. باغ اكزومبل انا بغيت امبريمي واحد اللعيبه، نوريكم كيفاش. غادي نمشي هنايا برينت، هي امبريمي برينت. اوكي غندير ايميل. اي اندرستاند. دابا خاصك يقول لك غناخد واحد $5 مؤقتا، منين تكملي منين تكمل رجعوها لي. غندير اوكي. دابا غندخل لاكارت ديالتي هنايا. Where is it؟ فين انا مخبيه لي زانفورماسيون ديال لاكارت ديالي. غندخلها كومسا. اوتورايزين. دابا قالت لي حيدي لاكارت ديالك، انا نحيدها غتشوفها هكا. دابا غندير كونتينيو. دابا غندخل مع، انا ديجا مسجله معاهم، غندخلها نيمو التليفون ديالي وغيلقاوني. المهم اوفيس ماكس كان بوحدو، دابا كان اوفيس ماكس بوحدو، اوفيس ديبو بوحدو، دابا ولاو بجوج واحد. المهم هادو بيبر شريدرز هنايا، كشي ديال البيروات. هادي عندها مكاني المفضل، مرة كنجي هنايا نشوف الا كاينه شي حاجة نقدر ناخدها تنفعني في الخدمة وفي الدار وهذا.
بغيت نشري هذاك الطابلو اللي واقف باش منين ندير الانجليش ولا شي حاجه نشرح ليه الناس زعما شي حاجه كتب لي ما كشف طابلو كيكون منظم ما عرفش غنشوف انا يوصي. عدنا. المهم في هذا الفيديو ما غيكونش يعني هذا الفيديو مش ماشي مثلا ما غنمنديش فيه مثلا اولا ثانيا ثالثا يعني ما غتكونش واحد الستراكتشر غنقول لكم فقط تجربه ديالي الشخصيه يعني فكره عليها بعض الافكار وبعض الطرق ولكن الى عجبكم هذا الفيديو الى عجباتكم هذا الفيديو خليوا لي في الكومونتير نتعمق وندير يعني تجهيزات جيده مكتوبه ومهم داكشي يكون ان شاء الله مرتب اكثر الى عجباتكم الفكره. اما في هذا الفيديو نقول لكم فقط تجربه ديالي كيفاش تعلمت هذه اللغات وصافي المهم خليكم معايا. المهم غنقول لكم الحوايج اللي ولا مثلا الحافز ولا السبب اللي دفعني انني نولي نبغي اللغه ونبغي نتعلم لغه وجوج وثلاثه المهم اللي قدر نتعلمه. المهم يعني شحال هذا ملي كنت باقا صغيره ماما وبابا كانوا في ليبيا وبقاو في ليبيا واحد المده طويله يعني مشيت معاهم حتى انا ليبيا ومشيت معاهم وبقيت تقريبا 3 سنين ملي تقريبا عندي 5 سنين حتى درت 8 سنين اي ثينك ومن بعد جابوني للمغرب بقيت مع جده باش نتعلم في مدينه اسفي باش نتعلم لان في ليبيا ما كيعلموش اللغه الفرنسيه فتعليم في المغرب المهم يعني مزيان يعني بغاوني نتعلم تعليم مغربي تعليم عربي مغربي فرنسي الى اخره وكنت كنقرا في مدرسه بوبليك في مدرسه يعني ديال الشعب فكانت هذيك الساعه في الجينيراسيون ديالي انا مزيده في 88 كانت يعني اللغه الفرنسيه في مدارس الدوله كتبدا في الثالث. المهم يعني كنت كنحاول يعني قريت في ليبيا يعني الصف الاول والثاني قريته في نواحي طرابلس وكنت كنجي صراحه من الاوائل كنت باقا صغيره كنقرا كنحفظ وهذا ملي جيت المغرب جاتني شويه صعوبه يعني كنت تعودت على الهضره بقيت 3 سنين في ليبيا تعودت على الهضره تعودت على السيستم في ليبيا تعودت على بزاف الحوايج حتى القرايه جاتني شويه صعيبه ولكن انا من النوع اللي عندي شويه هذاك التحدي انه مثلا كنقول انا بابا ماما متغربين عليا ف انا خاصني نبين لهم انني في المستوى المطلوب الى اخره. ما نكذبش عليكم ملي كنت في ابتدائي كانت اللغه الفرنسيه كانت تشالنج يعني بالنسبه ليا بالاخص يعني كما كتعرفوا مدارس الدوله ما كيكونش عليها التركيز بزاف على اللغات بحال المدارس الخاصه ولكن مع ذلك كما قلت لكم هذه ربما واحد الحاجه وردتها من ماما وبابا بجوجهم من داك النوع باش ما عطاهم الله واخا كانوا على قد الحال ولكن مثلا بابا بغيت بيكالا يشري لي بيكالا بغيتي باتا لي باتاهولات يشريهم ليا بغيتي اي حاجه يعني اي حاجه سواء كان بامكانهم ولا لا كياخذوها ليا. المهم الفكره هو اننا ركبرو فينا انك انت ولا انت زعما ولادنا انتما ماشي قل من اي واحد مهما كانت المدرسه غاليه مهما كان الحوايج غاليه ومهما كان اللعب كتلقاهم مساكن كيحيدوها من نفوسهم وكي باش ما نحسوش وكيقولوا لينا شوف ما عمرك ما تحس شي حد الانسان باش فايتك كاع يعني كتحس بهم انهم اي حاجه كنحسوا بها زعما هذاك عنده ولا هذا كياخذها لينا. مهم فحتى انا تكبرت فيا المساله انني you know حتى واحد محسن مني you know سواء في الدراسة ولا في الأشياء ولا مهم يعني كنحاولوا ما أمكن أننا يعني كيقول لك من ناحية الأشياء وهذا فبطبيعة الحال كيحاولوا مساكن الشيء اللي قدروا عليه يديروه لينا داروه لينا وصراحة كفاو ووفاو والله يحفظهم ليا. وأما من ناحية الدراسة ماما صغرها وهي كانت تقرا الشعر العربي وملي كانت في الابتدائي كانت في المغرب كانت أرونو اليونيسيف ولا شي حاجة جاوا المدرسة وداروا مسابقة ديال الشعر وجات فيها هي الأولى ربحاتها. المهم ماما تعبيرها راقي جدا وكتقرا بزاف كتقرا ميمسي ما كملاتش قرايتها كاملة ولكن أي كتاب طاح في إيديها كتقرا أي كتاب طاح في إيديها كتقرا. ملي كنت باقا صغيره عقله عندي 5 سنين 6 سنين كانت كتشعل ليا يعني عالم الحيوان كتعلم يعني دوكيومنتريز كنتفرج مثلا في البحار كتحفظني البحار يعني اش كنقولوا يعني الدول. ملي كنت باقا صغيره عقله على راسي غنعاود لكم قصه حياتي هاد الساعه
عاقله على راسي. ماما كتعطيني خريطه وكتقول لي وفيها مكتوبه بالعربيه وكتقول لي يلا حفظيهم. كنولي مثلا كنحفر شويه نقول ماما عرفتي استراليا فين جات؟ ها هي استراليا. عرفتي افريقيا فين جات؟ ها افريقيا. فكبر عندي هذاك الفضول للعالم. اوكي المهم غا باش نوصل لكم مساله ديال اللغات. وكبر عندي الفضول للعالم كنقول يا كيفاش كيهضروا كيفاش كياكلوا كيفاش 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 يعني هذاك الشيء كتكبروه مثلا للناس اللي عندهم وليدات صغار انتوما كتكبروه في وليداتكم من الصغر. فكيولي الدري صغير عنده الفضول عن العالم كيفاش كيهضروا كيفاش كيديروا. فبقى دائما في دماغي انني انا حتى انا باغا نمشي ونهضر معاهم. بغيت نراجع بغيت نمشي عند الناس كيهضروا بالاسبانيه بغيت نمشي عند الناس اللي كيهضروا الى اخره امريكان الى اخره. المهم هذه كانت اول قصه. ما علينا. المهم جيت لاسفي بقيت واحد المده بقيت مضاربه مع الشعب حتى انا صافي كي جاتني اللغه الفرنسيه صعيبه في الاول ولكن بقات زعما ما كرضاش مثلا كيبان لي وليدات كيعرفوا يهضروا باللغه الفرنسيه وهذا ما كرضاش. وليت كناخذ كنهضر مع واخا كنت باقا صغيره كنقول ماما بابا ما كنعرفش اللغه كنبقى نبكي عليهم ديروا لي هذا. ولكن اش وليت كندير وليت مثلا بالنسبه للغه الفرنسيه كنشد مثلا كنشد شريت معجم عربي فرنسي شريت واحد كبير عاقله وبديت كنشرح كلمه بكلمه كلمه بكلمه. ما نكذبش عليكم اللي بغى شي حاجه كيتعلمها من كنت باقا صغيره كان هذيك الساعه كانت في الاول يعني كيفاش طورت اللغه الفرنسيه كنشرح الكلمات كنسمع كيفاش كيتنطقوا مثلا. المهم درت واحد المجهود الكبير وليت كنحفظ الكونجيغيزون كنحفظ مثلا اوكي هذا فيرب اتر هذا فيرب افوار هذا كذا هذا كذا. المهم ملي وصلت الليسي الحمد لله وليت كنهضر باللغه الفرنسيه بطلاقه. ولكن اللي ساعدني اول حاجه خاص لازم تكون عندك واحد الرغبه بغيتي تتعلم من قلبك ما بغيتيش. وبالاخص في المغرب حنايا عندنا كما كتعرفوا الا كنتي ما كتهضرش باللغه الفرنسيه عندك من مرتبه اقل. المهم راك عارفين علاش كنهضر الناس المغاربه. مشيتي للبنكه بغي مشيتي للسبيطار وشي حاجه الا ما كتهضرش باللغه الفرنسيه وكانك وهاد صراحة انا ما كنحملهاش يعني اي دونت لايك ات. ولكن الحمد لله يعني صافي وليت كنقول ام لايك انا مقل انا ماشي قل من حتى حد انا غنوريهم ونولي احسن منهم. المهم يعني العقل ديالك الطفله اليبو وفوالا. فاش وليت كندير يعني صافي ام لايك انا كنت يعني مصممه ان هاد اللغه الفرنسيه غنكون مزيانه فيها. فوليت كنشري كتوبه كنشري مثلا كله كنشري كتاب مثلا من هذا الشيء من يعني ابتدائي كان صعب شويه ملي كملت ابتدائي في الليسي شويه كندير كنشري كتب قصار بحال هكا وكنشد المعجم كساعة على الانترنت ما كانش زعما متاحه للجميع كنشد المعجم عربي فرنسي وكندير كتاب كان عندي كتاب بحال هكا سوري كان عندي كتاب بحال هكا وكنقرا كنكتب ما كذبش عليكم كنقول اليوم غنقرا جوج صفحات وغنكتب الكلمات كاملين literally كاملين وحده بوحده بوحده ديال ديك الصفحه ولا جوج. لو لوندما كندير لا ميم شوز وكنحفظهم باركور كنحفظهم باركور. فكانت هذه الاولى في الكتاب الاول ملي كملت الكتاب الاول قريته وفهمته كامل ما نكذبش عليكم كنحس براسي انني اطير من الفرح فرحانه انني قريت. هذا الشيء كنت باقا صغيره يعني شحال كان في عمري مع 11 ولا 12 عام بحال هكا. فملي كملت الكتاب الاول حسيت براسي انا درت انجاز عظيم فبقيت كندير نفس المساله الكتاب الاول الثاني الثالث. من بعد حسيت انني الحفاظه ما بقاتش كافيه وليت خاصني انني نفهم كيفاش الجمل كتركب كيفيه تركيب الجمل باللغه الفرنسيه. فشريت كتب ديال 12000 فيرب الا كنتو عاقلين عليه 12000 فيرب كتقشوا فيه الشرح اش كندير كما مثلا كيقول لك مثلا هذا لوكسيليير ايت اوكسيليير افوار الا بغيتي دير مثلا دير شي فيرب ولا شي فعل في الباسي كومبوزي كاينين مثلا او يعني كاين باسي كومبوزي كاين الباسي سامبل كاينين يعني اللي كنقولوا حنايا. المهم مابغيتش ندخل بزاف اللغه الفرنسيه. المهم تعلمت القواعد ديال اللغه تعلمتهم اغان باركور يعني تعلمت صافي شويه كنقول صافي غنحفظ الفيرب ايتر او بريزون وفيرب افوار او بريزون صافي زعما حفظتهم. من بعد تاني وليت كنعرف كيفاش كيتركبوا الاوقات المركبه ولا باسي كومبوزي بارتيسيب باسي الى اخره. المهم بديت كنتعلم جميع القواعد ديال اللغه يعني حفظتهم حفظ يعني حاولت ما امكن باستعمال المعجم العربي الفرنسي يعني لدرجه انني الكتاب كيشرح لي كيفاش لا غرامير ولا قواعد اللغه الفرنسيه
هو الكتاب اصلا كنترجمه باش نفهم الكتاب، ولكن ما كنتوش عليكم هاد الشيء درتو. هادو كانت المراحل الاولى، انني ما هي اللغه الفرنسيه، كيفاش نركب جمله صحيحه، كيفاش نصرف الافعال في المستقبل في الماضي وفي المستقبل الماضي وفي الحاضر. فوليت كنحفظ مره كندير مثلا فيرب اتر كله كنديرو، والمره يعني فيرب تو بي مثلا، الفيرب افوار كنحفظ الستركتور ديالو الى اخره. المهم بقيت كندير هادشي اليوم وغدا اليوم وغدا. شوف اللغه مهما كان نوعها راه ماشي كتجي وكطيح لك على راسك، ما كتجي ماشي هكا، كتبغي واحد الباشن. انني كل مره كنت باقا صغيره وكنمشي مثلا شي حي راقي ولا شي حاجه، ومثلا شفتهم ما تعاملوش مع خالتي ولا مع جده ولا شي حاجه، لانها مسكينه ما عندهاش اللغه، سيده على عاديه جلابه ديالها الفولار وهذا. فانا ديك النظره ديال زعما بحال كيحقرها شي واحد وهذا، فقط لانها ما عندهاش اللغه، ما عندهاش بواحد الطريقه. اول حاجه ما كيعجبنيش هذاك النوع ديال الحقره. ثاني حاجه، وانا صغيره عندك 10 سنين 11 عام وانا كنقولها بلاتي تنكبر ليكم، اتس سو فاني، ولكن فريمون كتشوف هذاك المنظر كتقول هادو اصلا يعني من انتم، يعني علاش اصلا تحقروا الناس بحال هكا، يعني حشومه. ودار فيا ثاني واحد الناحيه اخرى، دار فيا واحد التحفيز، انني الا نتوما كتعرفوا اللغه الفرنسيه انا غنتعلم الانجليزيه والاسبانيه بلاتي نكبر لكم. اي واز سو فاني. المهم ضحكوا عليا ولا جلسوا، هذاك هو كان الحافز ديالي. فما علينا، انني كما قلت لكم اسمحوا لي انا كنقول لكم قصه حياتي دابا، من بعد ندير لكم فيديوهات قصيره وفيها الطرق بالتفصيل الممل. المهم فما كما قلت لكم شو وليت كندير، كنشري كتاب الاول كنشرحه، كنشوف مثلا الافعال كيفاش متصرفه، وكنحاول نشوف هذاك لو طون شنو هو مثلا هذاك باغ اكزومبل بريزون ولا باسي ولا بارتيسيب باسي ولا لامبارفي الى اخره. فبديت كنحفظ ترجم الكتاب الاول، ثاني، ثالث، رابع باللغه الفرنسيه، لدرجه انني مابقيتش عاقله شحال من كتاب قريت. يعني هذه الطريقه اللي درتها. اوكي، فالناس اللي كيقولوا زعما كيفاش تعلمتي ولا هذا، راه خاص تكون الرغبه. شوف راه ما كاينش انسان مكلخ، ولا ما كاينش شي واحد اللي واحد ستوبيد وواحد سمارت، كاين واحد كيخدم اكثر وواحد كيتكوسل، تو سامبلومون. فبقيت كنقرا كتاب مورا كتاب مورا كتاب مورا كتاب، ولاحظت واحد الحاجه، يعني كان انا الهدف ديالي من قرايه الكتب هو يعني بيورلي هو انني نطور اللغه ديالي. اش وقع؟ فملي بديت كنقرا كتب بزاف تفتح لي واحد العالم جديد، عالم جديد. كل كاتب بطبيعه الحال كل كتاب عنده قصه، كل كتاب هو خلاصه التجربه ديال واحد الشخص اللي عاش 20 عام 40 عام 50 عام 60 عام 70 عام. فكيقول لك بعض المرات كتمشي لواحد الباب باش تجيب مثلا الخبز، كتحل هذاك الباب كتلقى الفرماج وتلقى الدجاج وتلقى everything. فذاتس وات هابن تو مي. المهم فكنت كنقول لكم هذه طريقه ديالي في التعليم، يعني فكره عامه. ودخلت يعني دخلت المراكز ديال اللغات باش ما نكذبش عليكم، ولكن صدقوني نقدر نقول لكم مركز اللغه لعب واحد دور مهم، ولكن شي 30% تقريبا من المستوى ديالي في الانجليزيه ولا الاسبانيه ولا الفرنسيه. لان شوقع ما يعني ماما وبابا ملي كنت باقا صغيره كان يعني ماديا كانوا على قد الحال، ولكن الحمد لله حنايا كنكبروا فتحسنوا بزاف. فملي كبرت شويه بحال بغا يعوضوا، يعني كيقولوا ما مشيتيش للمدرسه بخيفان كنتي باقي صغيره. من بعد بداو كيدخلوني مراكز ديال اللغات، يعني الاسبانيه الفرنسيه الانجليزيه، وليت كنديرهم تقريبا شي 3 سنين ولا 4 سنين ما كنحبسهمش. ولكن ملي دخلت ليهم لقاو عندي واحد لاباز، عارفه الكونجيغيزون، عارفه الغرامير ديال الفرنسيه والانجليزيه. و فوالا، ف يعني كما قلت لكم يعني راه ماشي المدرسه بوحدها اللي كتعلم، المدرسه كتعلمك شي المدرسه شنو كنقول بحال شي واحد اللي كيورك على الطريق، كيقول لك غير شويه يعني المينيموم، كيقول دوز من هنا دوز من هنا دوز من هنا دوز من هنا، ولكن انت اللي كتكمل. فطريقتي كخلاصه لهذا الفيديو، الطريقه ديالي هي الشرح كلمه بكلمه. اوكي، كنحفظ الكلمات، كنحفظ البرونونسياسيون، كنسمع مثلا الكلمه، كنسمع الناس كيقولوها ويعاودوها يقولوها يعاودوها. شي واحد اللي كيضرب اللغه الانجليزيه مزيان كنقول ليه نطق لي هذه الكلمه بليز، ولا دابا سهله جدا، دابا كتبوها في جوجل ديروا هذاك الجوجل ينطق لكم الكلمه اللي بغيتو، وزيد. ف
المهم هذه كانت طريقتي في اللغه الانجليزيه، لانني شوف بالنسبه لي انا صراحه بي انس وذ يو، الناس اللي كيبقاو يسولوا بزاف كيفاش نتعلم كيفاش نتعلم، هي مزيان السؤال ولكن كيبين لي انهم ما حاولوش، حيت اللي باغي يتعلم تخيل راسك كاين في جبل بغيتي تتعلم شد اي كتاب باي لغه، شد المعجم عربي فرنسي ولا عربي انجليزي، ولا سير مثلا شي فيلم، زعما صراحه الا كان عندك كانت عندك الرغبه الكافيه راه تتعلم. كاينه هذاك البنت كتعجبني ما شاء الله، اي ثينك صباح بن شويخ، اي ثينك كاينه في العروبيه راهي تبارك الله، اللغه الانجليزيه عندها زوينه، اللغه الفرنسيه، اللغه العربيه الفصحى. انت بقولوا تهادي مثلا راه حقا مشات الامريكان شي حاجه فريمون راه كيتعب عليها، ولكن قبل ما تتعب عليها لازم تكون عندك واحد الباشن. انا شناهو اللي خلاني نتعلم هاد اللغات؟ لانني من صغري وانا كنشوف الخريطه كنشوف هذاك، المهم يعني كبر فيا هذاك الفضول عن العالم، الفضول يعني كيفاش داير الامريكان، واش كياكلوا بحالنا، واش دايرين بحالنا، كيفاش كيهضروا، ولا الا كان كيهضر شي واحد كنقول ما عادش كيقولوا، حتى انا بغيت نفهم، حتى انا بغيت نهضر مع الناس الناجحين. كيبان ليا مثلا اوبرا وينفري كدير كنقول ليها شوف انا ماكراش نبقى ونهضر معاها ونعاود ليها على قصتي الى اخره. practice makes progress، يعني انسان خاصو ضروري يبقى لك ان تاتش مع الحاجه باش يزيد لقدام. كيقول لك كي نافونس با ريكول، اللي ما كيزيدش لقدام كيرجع باللور. فوالا عندنا اختيار، يا اما نزيدو لقدام ولا نرجعو للور. هادشي اللي كاين. المهم سمحوا لي حسيت براسي عاودت لكم قصه حياتي اليوم. المهم كما قلت لكم الى عجبكم، الى بغيتوا تعلموا اللغه الانجليزيه نعاود معكم من الصفر حتى على الاقل المستوى المتوسط في اللغه الانجليزيه، خليوا لي كومونتير، سيكون ذلك من دواعي سروري. وبالنسبه للناس اللي ما كيفهموش اللهجه المغربيه، الى باقي ما فهمتوش هذا الفيديو ما فهمتوش، كتبوا لي كومونتير ان شاء الله مستقبلا، وراح نحط لكم يعني شرح باللغه العربيه يعني as a subtitle. سينو شكرا بزاف على المتابعه، نشوفكم مره جايه ان شاء الله في فيديو جديد.